بعض المحللين في الساعات أو الأيام القريبة القادمة. ثقافة الانتقام عند الثوار لدى الكتائب، يعني هل يعاملونهم بإذهبوا فأنتم الطلقاء هذا الذي يليق، أم لا المحاكمة وقضية الملاحقات وإلى آخره؟ أنا استمعت إلى كلمة المسؤول عن المجلس عبد الجليل، وكانت كلمته توحي بتأمين، وأنه يعني من تعاون مع هذا النظام واشترك معه في عمل دون أن يتلطخ في قتل أو في استنزاف أموال ومصادرة أملاك الشعب الليبي فإنه لن يطاله. أما من تورط بشيء من ذلك فسيجري عليه ما يجري على المجرمين المستحقين للعقوبة. أنا أقول على كل حال يعني ينبغي أن ننظر إلى المستقبل وألا نكون حبيسي الماضي، وهذه الكلمة ليست لإخواننا في ليبيا فقط، هم لم يصلوا إلى هذه المرحلة، بل حتى لإخواننا في مصر وإخواننا في تونس. ويعني البقاء رهينة النظام البائد والنظام الماضي واشترار المآسي التي جرت إذا كان يشغلك انظروا إلى الأمر عن أن تتقدم فعند ذلك أنت تخطئ، أما إذا كان لا يشغلك فما في شك أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وإقامة العدل على الظلمة والمستحقين هو مما تنشرح له الصدور وتشفى له قلوب المكلومين، وأيضا هو بهجة مطلوبة، وأيضا هو عبرة وعظة لمن تسول له أن يسلك مسلكهم أو أن يسير مسارهم. ننتقل الآن معكم إلى حدثنا الثاني. إقامة صلاة الجمعة في ميدان التحرير. شيخ خالد، في الفترة الماضية لاحظنا أنه صلاة الجمعة تقام في غير المسجد في مثل هذه الميادين، حتى في بنغازي مثلا أقاموا صلاة الجمعة. أنا أريد في الناحية الشرعية أولا. نعم، وفي اليمن يعني إقامة صلاة الجمعة في مثل هذه الأماكن، هو المسألة في الجمعة لها من الخصوصية ما ليس لغيرها. نعم. ولذلك اختلف العلماء في الصلاة في صلاة الجمعة في غير بناء في غير مسجد، فذهب المالكية وهم أشد المذاهب في هذا الباب إلى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في غير مسجد مبني، وقريب منهم الحنفية وإن كانوا لم يصرحوا. أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون جواز الصلاة في الفناء وفي خارج المساجد، وبالتالي ما يجري من صلاة المصلين للجمعة في هذه الميادين هو على مذهب الشافعي ومذهب أحمد لا حرج فيه وهو جائز. المسألة حتى لو قيل، لأني سمعت من يتكلم ويقول صلاتهم باطلة، وهذا في الحقيقة يعني لا أرى أنه مناسب، لأنهم إما أن يكونوا مجتهدين أو مقلدين. مجتهدين، المجتهد إذا أصاب فله أجر فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وبالتالي لا أخذ بقول مذهب فقهي شهير، فلماذا تقول صلاته باطلة؟ وإلا لكان معنى هذا أنه لما أنا أصلي لما أكل لحم الإبل وأصلي وأنا لا أرى وجوب الوضوء فصلاتي باطلة، توصف بأنها باطلة يجب علي إعادة. هذه مسائل من مسائل الاجتهاد التي يعمل فيها الإنسان بما هداه إليه اجتهاده. وأما المقلدون فلا فيقلدون من يثقون بعلمه ومن يرونه أهلا للاقتداء، فلا تبطل صلاتهم بمثل هذا. أن يحذر، أنه قال إنه قال بعض العلماء بأن الصلاة لا تقام، هذا جيد ومطلوب، لكن أن تنزل الأحكام ويقال صلاتكم باطلة أعيدوها، أن تحكم عليهم برأيك برؤيتك الفقهية، ولا يمكن أن تلزم الناس برؤيتك الفقهية. قل أنا لو كنت موجودا ما صليت لأني أرى أن الصلاة باطلة، لكن أن تقول صلاتكم باطلة فهم مجتهدون. لكن الأرجح هو جواز الصلاة. الأقرب من القولين. نعم. أنه لا بأس بالصلاة في الميادين والأماكن الفسيحة إذا دعت إلى ذلك حاجة. على يعني صعيد آخر، في سوريا كثير من مساجد الجمعة منعت من صلاة الجمعة. نعم. طيب هذا المسلم الذي لم يستطع الوصول إلى مسجد وصلاة الجمعة كيف يصلي؟ يصليها ظهر ولا يصليها؟ إذا لم تقم الجمعة فهم هنا يصلي ظهرا
لأن الجمعة إذا تعذرت أقاموها ظهرا، لكن إذا كان يمكن أن يصل إلى مسجد آخر في البلد فالواجب أن يصلي في المسجد إذا استطاع أن يصل إليه، أما إذا كان ما يستطيع فالله تعالى عذره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي ظهرا أربعة. مسألة أخيرة، قضية جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر. جمهور العلماء من المذاهب الأربعة المالكية والحنفية والحنابلة على أنها لا تجمع، يعني لا يصح جمع العصر إلى الجمعة لأنه لم يرد، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة قائمة مقام الظهر، وقد ورد جمع الظهر فدل ذلك على جواز جمع الظهر مع الجمعة مع العصر. الأقرب من هذين القولين أنه لا يجمع العصر إلى الجمعة، هذا الأقرب، لكن لو أن أحدا سأل وقال أنا صليت جمعة وجمعتها كما يفعل بعض المسافرين فيصلي يشهد الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر وينصرف، نقول صلاتك الماضية صحيحة لكن لا تكرر في المستقبل. طيب ننتقل إليكم أنتم مع المشاهد. حياكم الله، ونبدأ بالأخت فاطمة، تفضلي. ألو. أهلين وسهلين، تفضلي فاطمة. ألو. حياك فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلين. السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك، تفضلي. الشيخ الله يسعدك من واخره. انا ابغى اقول صراحه استغاثه عاجله لولي العهد الامير سلطان، واقول له صراحه انه والدي كان يشتغل في القوات المسلحه وانتهت خدمته ومات الله يرحمه. وانا الحين والله ساكنه فجار وباقي الشهر، والله باقي على الشهر انه 20 يوم، وبصراحه يا شيخ انا ما ادري وين اروح، واتمنى ناشد انه يرحم حالي ويساعدني في وضعي. طيب واتمنى الشيخ يتكلم عن وضعي. شكرا فاطمه، ان شاء الله ندعو بالشفاء للامير سلطان. تفضل محمد. تفضل محمد. الو. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل. يا مستقر عبد الله، وانت بخير وصحه وسلامه، تفضل. اولا عبد الله سم فضل الامر، بغيت بعد البرنامج تتصل علي ابغى في موضوع خاص. ابشر. أسألك بالله العظيم لا تنسى. سم آمر. أنا عبد الله، أنا أسأل الله العلي العظيم يعني في يوم الفضيل هذا في الشهر الفضيل أناشد الملك عبد الله، أنا حياتي في خطر، أنا وأسرتي وأنا طالب جيرة وما أبغى أي شيء ثاني آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أسألك بالله العظيم يا ملك عبد الله، أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم في الشهر الفضيل انك تقابلني وتقضي حوائجي. اسالك بالله العظيم ان سود الله في ارض الله، انا مالي غير الله ثم انا واسرتي ست اشخاص حياتنا في خطر. اسالك بالله العظيم، اسالك بالله العظيم، ومن نعم. سالكم بالله فاجيبه. اسال الله لك. اتمنى ان الشيخ يعلق على الموضوع هذا. شكرا محمد. طيب ناخذ سليمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل سليمان. يعطيك العافيه ابو الله. يا اهلا وسهلا حبيبي، تفضل. اخوي عبد الله، بس انا بغيت شيخ عبد الله اسالك سؤال واحد بس ابغاك ترد علي فيه. بس انا تسالني انا ولا تسال الشيخ؟ اسال الشيخ طال عمرك. طيب تفضل. انا طال عمرك لي 10 سنوات مقدم وظيفه لي حق زوجتي، 10 سنوات طال عمرك، يوم اني وصلت الين طال عمرك انها تخلص اجراءاتها والمقابله الشخصيه، اخر حاجه طال عمرك ابغاك تقول لي يا شيخ بس بعد تاديه القسم، ادت القسم وادت اليمين. طلعوها طال عمرك برا حطوا واحدة محلها، 10 سنوات وأنا مضطهد، إذا ما تواظب ما راح نوظف زوجتك، إذا ما تجيب لنا ما راح نوظف زوجتك، وأنا يعني ضعيف مدني ماني عسكري مثلهم، يعني موظفين اللي رواتبهم على 10,000 وعلى 15,000 حط بنته حط زوجته. واضح. طيب شكرا، واضح سليمان. معتز، تفضل معتز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا معتز. أول شيء أحب أحييك أخ عبد الله مديفر على هالبرنامج الجميل. الله يسلمك. وأحيي كل جميع المشايخ والناس الطيبين اللي جبتهم على البرنامج. الله يخليك يا حبيبي. حتى أنه ما شاء الله عبارتك الممتازة هذا أنا عبد الله مديفر أحييكم ونبض الكلام حتى من إخواني الصغار حفظوه. الله يسلمك يا حبيبي. حبيت أوجه للدكتور والشيخ خالد المصلح بخصوص اللهم صل على سيدنا محمد هذا. اختلاط كوني كدكتور وكوني
تتحمل في المستشفيات وهنا وهنا، يعني في معانا ممرضات وفي معانا دكتورات وفي معانا إلى آخره، وكذلك الأمور في بقية وكافة التخصصات وكافة الأعمال. هل هذا الشيخ خالد من يعني الاختلاط أو شو حكمه أو شو مثلا ممكن الواحد يتبعه لتجنب المفسدة وتجنب الأشياء الضارة يعني؟ طيب، وشكرا للشيخ خالد، شكرا الخير، شكرا يا حبيبي، شكرا يا معتز. طيب ناخذ ام محمد وبعدين ناخذ من تويتر بعض الاسئله. تفضلي ام محمد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. انا يا شيخ زوجي مسجون بمبحث الحائر في الرياض. نعم. لها الان 7 سنوات لا حصهم ولا صار له شيء. انا صراحه شفت يعني رده فعل سمو الملك خادم الحرمين، بغيت يعني اقول رساله له. انا ابي اوجه نداء لخادم الحرمين انه ينظر قضيه سجناء مباحث الحائر اللي لهم 7 سنوات عيالهم ما يشوفونهم، كل 5 اسابيع لنا زياره ساعه واحده، اذا جاء العيد ما في اي شيء يعني نقعد معه، او بعد اسبوعين من العيد يلا نشوفه. انا لي 7 سنين زوجي مسجون وعيالي قصر، وفي عيال منهم كبروا يعني وهم محرومين عايشين مثل الايتام يعني ما يشوفون ابوهم. محاكم يا ام محمد ولا محمد إيه؟ محاكم ابو محمد ولا غير؟ لا محاكم. لا لا محاكم، ولا شاف احد من تحقيق بس. ما شاف اي احد. طيب، وهو صراحه يعني اذا جيناه نسال عن يعني نفس المعسكر اللي عندي يمدحون في اخلاقه، هو ما عليه يعني غلط، احنا معاكم انه غلط. نعم. بس مو ان نعيش 7 سنين حرمان يعني منه. عياله الى الان يعني ساعه بس يشوفونه، بنته كان عمرها 3 شهور الحين ثاني ابتدائي، ولده كان ثاني ابتدائي الحين راح للثانوي، يعني عايشين ايتام. انا يعني الحين 7 سنين اعاني مسؤوليه وذل وشقى يعني الى متى؟ نعم. انا ابي خادم الحرمين ينظر قضايا سجناء الحائر. طيب طيب، شكرا محمد، وصلت الرسالة. أبدأ من محمد في قضية هذه المطالبة في المساجين الذين الموقوفين أمنيا الذين لم يحاكموا بعد. الحقيقة هذا الملف يعني هو ملف يؤرق كثيرين، والدولة تخطو في معالجته خطوات، والمرغوب والمطلوب أن يكون هناك معالجة تتناسب مع حجم الضغط الذي يحصل من هذه القضية. طبعا أن تعرف أن المسجونين ليسوا على درجة سواء، لا يمكن أن يسوى الجميع وأن يقال تحسم قضاياهم وتسوى قضاياهم في آن واحد وفي على شكل واحد، لأنهم في أسباب الدخول مختلفون، وبالتالي الكلام على أنه ينبغي أنه ينظر في الأمر بما يحقق المصلحة ويراعي أحوال ذوي المسجون. معي 30 ثانية معتز من الإمارات. مش قضية معتز. قضية الاختلاط يعني هنا مثل ما ذكرنا، إذا كان الاختلاط لابد منه فينبغي التركيز على الاحتياطات التي تقلل الشرور الحاصلة بسبب الاختلاط. فاطمة ومحمد وسليمان كلهم عندهم يعني نداءات ويوجهوها إلى أسأل الله أن يقضي حوائجهم، لكن أنا لا أحب السائل أن يقول أسألكم بالله أسألكم بالله أسألكم بالله، يعني هذا تلحق الناس مشقة في أمر قد يكون فيه سعة، إنما أطرح سؤالك دون أن تلح عليهم تدخل السؤال بالله في مثل هذه القضايا. شكرا لك شيخ خالد المصلح. قضى الله حاجتهم، أسأل الله أن يقضي حاجتهم ويبشرون بالخير إن شاء الله. إن شاء الله يبشرون بالخير. بارك الله فيك. شكرا لك، واستمتعنا بهذا الملف الفقهي وبهذه الإطلالة الجميلة. الله يحفظك. أيضا الشكر موصول لكم أنتم. غدا لن نفتح ملف، سوف نفتح حلقة خاصة اسمها من وحي الخواطر مع الشاب الإعلامي أحمد الشقيري، نناقشه بجرأة وبشفافية كما عودناكم. وخالد المصلح في ختام كلامه في نبض الكلام قال: ركوب المرأة مع السائق ليس خلوة، والقذافي الجردي الأكبر. تقبل الله صيامكم.